نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية مرفوقة ببراد. كميات الأمطار تتراوح بين 20 إلى 30 ملم إلى غاية 9 ليلا. الولايات المعنية بازل بوليدا، المدية الجزائر العاصمة، وولاية بومرداس. تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببراد. كمية الأمطار تتراوح بين 20 إلى 40 وقد تتعدى 50 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية 3 من زوال اليوم الجمعة. تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، قسنطينة، ميلا، سليفسكي، كدا، عناب، الطارف، كالما، سقهراس، امتدادا إلى يوم الجمعة.